السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا مس. إن شاء الله اليوم بدي أكمل حل أسئلة المراجعة، السؤال الرابع والسؤال الخامس. السؤال الرابع بقول لك: جد قيمة كل المقادير الآتية وفق القيم المعطاة. عندي س تكعيب ضرب ص تكعيب ناقص 7 س تربيع ص قوة 5. عندي الس المعطاة س تساوي 2 ص تساوي سالب 1. يلا نعوضهم. س تكعيب سين 2 تكعيب يعني 8 ضرب صاد تكعيب اللي هي سالب 1 تكعيب ضرب سالب 1 ناقص 7 ضرب سين تربيع اللي هي 4 في صاد قوة 5 ضرب سالب 1. عندي هون سالب 8 ناقص سالب 4 7 ضرب 4 عندي هون يساوي 28 ضرب سالب سالب 28. هاي بتصير زائد، بتصير عندي سالب 8 زائد 28 ويساوي 20. الجواب النهائي تساوي 20. نحل باء. عندي 2 مرفوعة لأس عين زائد صاد مضروبة في 4 أس صاد زائد 16 أس عين في 5. عندي عين 1 وصاد 0. نعوض. عندي عين 2 1 زائد 0 1 اللي هي بضلها 2 ضرب صاد 0 اللي هي 1 زائد 16 ضرب 5. 2 زائد 16 ضرب 5 80 ويساوي 82. هون بس أنا بعوض تعويض مباشر يا مس. طيب خلينا نشوف جيم. بعوض 4 مكان سين جذر 4 يعني 16 ضرب تربيع 9 اللي هي عين سالب 3 زائد تكعيبي 3 ضرب 3 س تكعيب اللي هي ضرب 64 في عين قوة 5. بدي أضرب السالب 3 في حالها 5 مرات. 243. هون نشوف 16 ضرب 9 144 تحت الجذر زائد عندي هون 3 ضرب 63 ضرب 243. هون نحاول نختصر. بوزع، بقدر أنا أوزع الجذر، فعندي 64 بحكي جذر تكعيبي 64 زائد أو ضرب هون جذر تكعيبي 3 ضرب 243 ساوي عندي الجذر التربيعي لل 144 144 جذر تربيعي إلها 12 64 الجذر التربيعي التكعيبي إلها 4 ضرب 3 ضرب 4 243 اللي هي 729. هاي 729 729 الجذر التكعيبي إلها اللي هي 9 ويساوي 12 زائد 9 ضرب 4. 9 ضرب 4 يساوي 36 اللي هي 12 زائد 36 ويساوي 48. الجواب 48. خلينا نشوف السؤال الخامس. اكتب المقادير التالية بأبسط صورة. بأبسط صورة دائما بنلغي السالب، الأسس بنخليها دائما موجبة. فبصير عندي يامس بوزع بجزئ السينات لحال والصادات لحال والعينات لحال. طيب هلأ بحكي سين على 5 سين أس سالب 4. هلأ هون هاي لما بدي أجزئها ضرب صاد أس 6 ضرب 1 على عين سالب 1 على 1. يعني لما بدي أجزئها باخذ
السينات لحال والصادات لحال والعينات لحال. طب هلأ حكينا في قوانين الأسس في حالة القسمة تطرح الأسس، يعني السين 5 ناقص سالب 4 ضرب صاد أس 6 ضرب. هلأ عين أس سالب 1 بدي أخليها موجبة، دائما في حالة التبسيط بدي أخلي الأسس سالب وموجبة، برفعها لفوق بتصير عين أس 1 اللي هي عين، بتصير السين 5 ناقص ناقص يعني زائد 4 اللي هي 9، هنا سين صاد أس 6 في عين. هاي بأبسط صورة اللي هي سين أس 9 صاد أس 6 وعين، هيك أنا بكون كتبتها في أبسط صورة. نيجي يا مس لعند باء 39، حكينا منجزئ باخذ 39 على 13 لحالها، وباخذ العين لحالها ضرب عين تربيع على عين سالب 1 ضرب سين قوة سالب 5 على سين تربيع. أول إشي بجزئ، حكينا باخذ الأرقام لحال والعين لحال والسين لحال، إذا في بالبسط بالمقام باخده، ما في بالبسط أو بالمقام بحط مكانها 1. هلا 39 تقسيم 13 يساوي 3، لأن 3 ضرب عين، حكينا في حالة القسمة تطرح الأسس، يعني عين 2 ناقص ناقص 1 ضرب سين أس سالب 5 ناقص ناقص 2، أو هون مباشرة ناقص 2. طب 3 ضرب هون بتصير زائد عين أس 3 ضرب سين سالب 5 وسالب 2 سالب 7. بأبسط صورة بتخلص من السالب بتصير عندي 3 عين تكعيب، بنزلها هاي على المقام بتصير سين أس 7، هاي يعني كأنها على 1، بنزلها على المقام بتصير سين أس 7. هذا الجواب النهائي. بدنا نشوف جيم، عندي 7 على ميم أس سالب 10، مباشرة الميم بتقلب عشان تصير موجب فتصير ميم أس 10. شوف آخر واحدة، زي ما حكيت لكم بجزئ بأخذ الأرقام لحال والرموز لحال، 6 على 2 ضرب صاد على صاد أس سالب 4 ضرب عين أس 5 على عين أس سالب 2 ضرب سين تكعيب على 1. 6 تقسيم 2 3، صاد حكينا بنطرح بصير صاد 1 ناقص ناقص 4 ضرب عين قوة 5 ناقص ناقص 2 ضرب سين قوة 3. 3 عندي صاد هون بتصير زائد قوة 5 في عين قوة 7 في سين قوة 3. هيك أنا بكون كتبتها عندي هون بأبسط صورة. يعطيكم ألف عافية.